شرف أي تاي أو إن مجال هذا واجد حفلة دان على مسارك مامورك جراح ديجانك دقم هذا واجد أو وقت بدن قاتي إن سوبيو عن قيب كأعضو أنكو على مسار ما حفلة دان قروح هذا بدن الرواج هذا ما يكسر قيب كلام شرف أي تاي آدي آدي أنا أبو فرح سنة مركو غور ريسو وعن رأينا نوهم بليئي قدوميها يقدومي كحدينك يقولها ديدانك تجمد واجب أن راها وهمبليو هنبليو مسؤولية عرس وليدين ديني وتجمد واجب من كل ديني وإن أقدتان سيدي دكي إدين ديني إن كل ديني وحر يحلال من الانكسر دورتي ومدى أحي إنكفي ليسو عدالة دائما إنكهشو لأن روانا أنكو هنبليو مدى كلاو حبتو وقت بدنا وقاتي ملاحظي يا وزيردي يا مسؤولين تيجوا الرئيسي وقبله يا مهمتي إلى هاد اسمها كلها ديجان كشيء كي سيقول وزارة أرمها كلها وزير كي يا قاسمها وش كي نظام كفدراليزم كدولة سوماليو وح بدنا يسترالزم كش قيني يصير هذا فدرال سيستم كعلى لقاتي تلاقي يسوجيرين تيدات كرياكو فرق البر كنتم يسألك يكنتم يسديد أتصرم سومنا من الفدرال نقطه يا مانت إلى سويت كلي وناك شرفت الله هذا المرام كفدرال كل وش قيمة كان فدر أنا كبر من إنسان هذا فدر من أي شقة أنا وضني كم ده سوى أصدرت مرام كفدرال كله قاعد اسمها الدولة دي إن الدادجية أو إلا يحوس لجيو قلت يا جان لقسوة بالله كلها تيجان كمرك لقى صوت الله لا يهير دولة كبرى لوجده وها ونوى داد جنتي اسمه دولة قرين تيجان دقمي بدنا كقول السنة دقمي كرنا وها والله دو لا يراه وحان لا يكره جينا يا دقمي كرنا سيد قرحة بدنا دقمي رواج الله بس إن أيها من الله بس دعنا وده مستر بدعنا أنا كنت يوم دعنا تذكر واجد سيد أيقو صحرين تذكر قيمة بدن يلا يرادا يهوين كبير انت بالله صورة مايستري انت اسكتين وحانا راسي قولي اهينا اولاد الدارمو قراها ديگان كدقمد واجد قراها ديگان كدقمد واجد وحاور بحن في حنك بحيي اقاسمها سرع اوكلميهين نالييرا يهوين يو نوويني يربا يسيو جران قف كمركو قراها ديگان نقضو وحا اوغوه الرئيو لغربو ووكيل كشعب كدقمد واجد waxa uu ka shaqeynayaa priority-giisa koowaad waxa uu rabaa inuu noqdo amniga dowladda waajib waxay u baahan tahay amni waxay u baahan tahay horumar laakiin waxa koowaad amni inaan koowaad laga dhigin nolosha aan laga dhigin nolosha waxa ka horreeya amniga amni oo la helin nolol laga helay sidaas darteed golaha deegaanka shaqada ugu horeysa laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horeeyay waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jireedkeeda la soo furi lahaa وباي يبكول باي سوق حر لي دمنا الواجب ودمنا باي يبكول باي سوق حر تحرير باي يبكول بعد الأول سياس دكت إلى إذا درنا كفر أنت هاي حضر أو حرم تي ذا أنا كفر أنت كرمنا وحلا الروا إلى سوه ديسان أو كسر شقيانا وما مكان أسب أو ما مكان جو هذا المسؤولين يقولها ديجانك يعني رمانا يفكران سيدي أمي داس نصوغ لها نصوغنا فر لها تكمين كاس taladi ayaga ka timaado ay u gudbiyaan hay'adaha amniga ay kala shaqeeyaan jaalna insha Allah kuntii dadka reer waajib waxayna tuseen dowlad jacayl walaaltinimo wanaag iyo sharaf annagana waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala intii aan ka aragnay iyo in ka badan inaan ugu gudnaado ilaahay yiraahdo horumar iyo dowladnimo aan gaarsiino oo aynu noqdaan degmo lagu daydo oo degmooyinka kalena ay ku daydaan ay noqdaan si gooni ah inta waxaan uga mahadcelinayaa shacabka reer waajib sida quruxda badan ee noo soo dhaweeyeen oo qiimaha badan ayna noo dhageysteen habeen iyo maalin ay u taageersan yihiin dowladdooda ayna ugu taagan yihiin dowladda iyo waxtarkeeda iyo waxqabadkeeda ayna gar u garab istaagsan yihiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin reer waajib وانا مح ميلا بدن ما وكل شيء قدرنا إن شاء الله. سيدا سوكلا وانا ما هاد علينا إن رياش قطن ك وقريب مهي ما كقرات اسمها جراها ديجان كتجمدة يوم نورين تتجمدة
iyo dowladnimada degmada intaba qayb liba waxa la ka qaatay iyagana aada iyo aada u mahadsan yihiin waqtiga oo waqti dambe a dartiisa waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo ugu dambeyntii markii safarkii iigu horreeyey inta aan imid oo dadka reer waajid aan la kulmay bulshada qaybaheeda kala duwan dhallinyarada odayaasha haweenka kulligood codsigooda wuxuu ahaa in ay helaan maamul golo deegaan ah iyo inay helaan in loo furo jidkan isku xiro jidadka tii koowaad codsiga ahayd waa suurtogashay tan kaloo ku xigtana insha allahu tacaala waa suurtogelin doonaa shaqada ugu horreysan hadda qabanana waxay noqon doontaa in waajid loo furo jidka isku xiro baydhabo iyo waajid kadibna aan dhammaystirno la furo waajid iyo xudud insha allahu tacaala baahidaasna waa dabooli doonaa adinkana qayb muhiimaa ka qaadan doontaan dowladnimada adinka waaye inta kalena annagaa dhammaystiri doona hadduu ilaahay yidhaah sidaasoo kale wasiiradii iyo inta soo aaday oo waqtiga badan geliyey oo maamulkan soo dhisay ayagana aada iyo aada u mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahad celinaya oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha sida quruxda badan oo aanan waqti badanna qaadanin oo aanan khilaafna ka jirin oon muran lahayn oo shuruuddii golaha deegaanka oo adduunyada ay rabtay oo dhan loo dhammaystiray iyadoo la ilaalinhayo xaquuqdii haweenka iyo koobtadii ahayd boqolkiiba soddon in haween laga dhigo ma la fuliyey golihii deegaankana sida ugu dhaqsaha badnaa waxay ahayd degmadii noogu fiicnay degmaha u samaynay golo deegaan muddo bilahna lagu qaadatay dhismaha golaha deegaanka aada iyo aada u mahadsan yihiin wasiirada shaqadaa soo qabtay ugu horreeya wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka maaliyadda wasiir dowlaha xafiiska madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale oo kala shaqaysay oo dowladda koonfur galbeeda intaba waa mahadsan yihiin sidaasoo kale hay-adihii amniga ka shaqeeyey oo ugu horreeyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada dowladda itoobiya oo in kala shaqaysay amniga ayagana sidaasoo kale aada iyo aaday u mahadsan yihiin shacab iyo dhallinyaro iyo haween iyo reer waajid oo dhanna adinkana aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu